لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية. البداية بكأس تونس لكرة القدم، وين أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن ربع نهائي كأس تونس اللي باش يجرى على 4 دفعات. نعطيكم في ميل البرنامج نهار الاحد مع 5 متاع العشيه بملعب حمادي العقل ببرادس النادي الافريقي باش يستقبل هلال الشيبه. الاثنين مع 4 متاع العشيه بملعب مصطفى بن جنيت بالمنستير مستقبل الجيش النادي الرياضي الصفاقسي. ونهار 3 مع 5 متاع العشيه بملعب حمادي العقل ببرادس النادي البنزرتي اتحاد بنقردين. والاربعة 4 متاع العشيه بملعب سوسه هلال مساكن ومستقبل المرسى. نكملوا في نفس الإطار، وين لوحة الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي في بلاغ لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بالانسحاب من دور ربع نهائي لكأس تونس. وكانت طالبة الهيئة بلعب المباراة ضد اتحاد بنقردين بملعب 15 أكتوبر ببنزرت، خاصة بعد تأهيله من جميع النواحي لاحتضان المقابلة المذكورة واعتماد تقنية الفار. كان أكد البلاغ تمسك الفريق الشديد بإجراء المقابلة بملعب 15 أكتوبر ببنزرت، وفي صورة عدم الاستجابة باش يتم الانسحاب من مسابقة الكأس. نعطيكم فيما يلي نص البلاغ متاع النادي الرياضي البنزرتي. تعلم الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي جماهير الأوفياء أنه أمام عدم استجابة الجهات المعنية لحق النادي المشروع في خوض لقاء الدور ربع النهائي لكأس تونس بملعب 15 أكتوبر ببنزرت، رغم تأهيله من جميع النواحي لاحتضان المقابلة المذكورة واعتماد تقنية الفار كتوفير جميع الظروف الملائمة. نمشي بكم لأخبار الترجي الرياضي التونسي، وين علمت أحد الإذاعات أمس أن هيئة الترجي الرياضي التونسي قررت إنهاء العلاقة مع المدرب راضي جعايدي. وكان أكد مصدر صلب الفريق أن إقالة جعايدي كانت بسبب تراجع نتائج الفريق في البطولة، خاصة مغادرة سباق كأس تونس قدم هلال مساكن. وكان أفاد ذات المصدر أن خالد بن يحيى هو الاسم الأقرب لخلافة جعايدي، خاصة وأن عقده مع مولدية الجزائر ينتهي في موفى الشهر الحالي. نذكركم جعايدي تسلم المقاليد الفنية للترجي في صيف 2021. كيف العادة نختم لكم نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية، تساهم الرياضة في أنها تزيد من سعة الرئة، والفائدة هذه تزيد من طاقة الجسم. هذا كل معنا من أخبار رياضية أجمل، تحية مريم منصوري، بقيت متابعة طيبة لبرامج الحياة FM. دمتم في أمان الله. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM.